كلمة عن الامتحان بشكل عام، سواء البيان أو الباك يأكل امتحانات هي سعدي وكذا سعدي اللي ستونس وكذا، يعني سعى من الشهادة العليا في كلمة واحدة. أولا في ثلاثة رسائل، رسالة مزوجة في كلمة مولان إي مولان السيني غي مولان كنا حرز ربي حضرت الدريان وان ذايا أي غرد نيغا كذا انتظران ذا سمكتي كان ذا سمكتي لاني مولاني تسعوان الدريا سيني أمي تغريض تفضي ربي مرحبا ستيك شي ربي ما ثرب حظ الله يبارك نفرح ما إلا إلا وين النظن مرحبا ستيك شي ربي ورت الزون ديك السنيير في سمين ورسن ساكن تهديد أسيني ما تخسر ضبرق الروح حذرت الدريا غايات مثلا وتنحر ستارا إينا ساكني ثلي ضقف لخك لعسلامك هكا وثوالا من الجيل لأنه قاعد يستخدم من الخسارة ديما نسن أهات السبا ذي مولان يحرصن الدريا نسن ذا يكون يدي صاحن أسنتيني أول زيظن أثنت في توجيهات هذه في الامتحان نس القرآن سورة الفاتحة ألم نشرح لك صدرك وذي غر الأدعية في صلاة عليه السلام بالثبات ذي الامتحان دوني في الامتحان الآخر خط الامتحان نقارو ذوني قوارا وقال لك دوني في الظهر سهلا كنفغون لن سهلا ولكن الامتحان نقارو ذي الامتحان من الآخرة يمدينا ربي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هكا رسالة في السنة في المعلمين والأساتذة سينا جزاكم الله خيرا تسعى من أجر ذا مقرن لسيدي ربي ثعات سفن الصغرم زريعة من الزرع إن شاء الله تسمغي أزكى مثوالي من الدرية ياقية كوارشة قد الصغرم إن شاء الله ربحا غران فهما ضعنا ربي أتحصم وقي ذي الغلاء ثم قرن تنون أمو فلاح يفل يحمل مريولي أين قصاي مغين أما ذي النعمة أما ذي التجارة يزات ثمغي الخير ربح رسالة ثانية ولا شيء من غفر سعدين أسنيني ثغرام ثورة سعوث الإرادة رحت سعدين امتحان ون بلا الخوف بلا الوجل وفي كان ود الأساتذة نجاح توصيات كي يكون ديني طبقت النصائح يكون دفكاني مولان أكد الشيخ نون دائرة ديني بالمختصر المفيد وإن شاء الله هسه ما ذوين يربحن أذي حمد ربي ما ذوين يخسران وثي تصفغار العقل ولا قال ذي جهل ولا قاسين يثروح الدونيث خاطي ما زال إن شاء الله تنجحظ وشعارك أما كندينا الشاعر إناد إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم من جد وجد ومن زرع حصد كذا المعالي إذا رمت تدركها فاعبر إليها على جسر من التعب إن شاء الله وين ذن يوفى وين يعتفن أذي غلث أسان غزكا ميك غرب سبحانه أولا قالوا ذوا ما وقم الحمد لله نستغفر الله.